بكم يحلو لقائنا وبكم نستمر وبكم وبدعمكم تستمر هذه القناة قناة الأعلام النازل وعنوانها دين ودنيا. اليوم نحن سنلتقي بضيف عزيز وكبير الأخ أبو صالح الكرزون عملاق كرة القدم ورياضة فلسطين رمز من رموز الرياضة في الوطن العربي وخارج الوطن العربي. نريد أن نتحدث معه عن حياته الرياضية. أهلا وسهلا فيكم وكل احترام لشخصكم الكريم وأنت من الأخ الإخوة الأعزاء أنت وكل مخيم الجلزون. عم أبو صالح نحن نتشرف طبعا بوجودنا عندك في بيتك. بنا تعرفنا كرياضي كبير ومعروف في الوطن العربي, بنا تعرف الناس عن شخصيتك الرياضية يعني كلاعب كرئيس حكام. هذا الكلام لك تفضل. أهلا وسهلا فيكم وبتشرف بلقائكم هذا اللي بخليني أنا داخليا مسرور جدا إنه في أشخاص أمثالكم بقدروا الناس اللي خدموا هذا الوطن وبيحاولوا إنه ما يطمسوا التاريخ ويخلوا التاريخ دائما الكل يعرف كيف بنيت الرياضة الفلسطينية وكيف كانت مشاقة صعبة وخاصة في زمن الاحتلال. نعم, هذه قصتك أبو عم صالح بدنا تسردها للناس. بدايتك كلاعب ثم لحين ما وصلت كرئيس حكام, اسردها من الأول للآخر باختصار. نعم, هاشم الكرزون دبلوم تربية رياضية خريج دار المعلمين, كنت أهوى كرة القدم من صغري وأنا طفل عندما كنا في المخيمات والشوارع نلعب كرة القدم, وعرض علي أن أدخل قسم لغة إنجليزية إلا أني رفضت وتمسكت بأن أكون أحمل دبلوم تربية رياضية. بعد هذا لعبت, كنت لاعب في دار المعلمين لمدة سنة ونصف إلا أن شاءت الأقدار وتم اعتقالي لمدة 5 سنوات. رجعت بعدها إلى مزاولة كرة القدم. كانت بدايتي عام 1972, كنت لاعب في دار المعلمين ولاعب في نقابة عمال رام الله والبيري, وكانوا من الأشخاص اللي لعبت معهم في هذه الفترة اللي هو الأستاذ داود إبراهيم, جمعة عطية, سعيد البوشية وأسماء كثيرة جدا. وكان في هذه الحقبة رحمة الله عليه أحمد البدوي كان المدرب اللي كان يدربنا في تلك الفترة رحمة الله عليه. كيف دخلت سلك التحكيم قبل بداية تدريب الأندية؟ رحمة الله عليه الأستاذ مجد أسعد كان يقف حول ملعب لفرنس وكان يراني عندما أكون أحكم لأرثوذكسي رام الله وإسلامي رام الله, وهذا كان في بداية السبعينات في 72 و 73, فأعجب بمستواي. وعند تأسيس رابطة الأندية الرياضية في عام 1976 عرض علي أن أدخل سلك التحكيم, فكانت مبادرة جيدة منه وأنا وافقت على هذا الحكي اللي كانت رغبتي أني أكون حكم كرة قدم ومدرب كرة قدم. بدايتي في تدريب كرة القدم كانت في مركز شباب الجلزون عام 1973, دربت رحمة الله عليه محمد قدوم, أيوب سعد, شباب كثير يعني أكن لهم كل احترام وتقدير. وكانت عندي صور في هذيك الفترة وكانت أول مباراة تجربة بجربها, وزي ما بقول المثل أول ما شطح نطح رحت عملت مباراة مع جمعية الشبان المسيحية في القدس. فريق أقوى من الجلزون؟ كان من أفضل فرق فلسطين كلها. نعم, وللأسف النتيجة كانت ما شاء الله عنها 14-1, قاسية. كانت قاسية, لكن كان درس بالنسبة إلي أنا
اللي خلاني أتحدى الصعاب وأصنع من الجلزون فريق. تحديت في كل الضفة الغربية، دربت في الجلزون لفترة تزيد عن 18 سنة، استطعت أن أصل بهم إلى مصاف الدرجة الأولى. هذا صحيح، وإحنا نعرف هذا الكلام يا صالح، لأنه فعلا أنت رجل تتحدى الصعاب. نعم، بارك الله فيك. دخلت سلك التحكيم عام 1976، دخلت أول دورة، كان في هذاك الوقت رئيس لجنة الحكام اللي هو أمين المصر رحمة الله عليه. نلت الدرجة الثالثة من قبل الاتحاد الأردني بعد دخولي الامتحان، وكنت من الأوائل. وبعدها كانت مسيرتي التحكيمية قوية جدا، حيث كان رحمة الله عليه ماجد أسعد يختارني ويقولوا عنه رجل المصاعب، رجل المباريات الصعبة، اللي هو هاشم الكرزون. كانت المباريات بالنسبة إلي أنا لما أسمع أنه في عندي اليوم مباراة أنبسط وأكيف، على أساس الناس تعرف مين هاشم الكرزون ومين مستوى هاشم الكرزون وشو مستوى هاشم الكرزون. هذا بالنسبة للتحكيم، واستطعت أن أصل الحمد لله ورب العالمين إلى رئيس لجنة حكام محافظة رام الله ومسؤول العلاقات العامة في لجنة الحكام المركزية في فلسطين. وقمت بعدة دورات خرجت منها فوق 25 حكم، والحكام لا زالوا موجودين اليوم من أفضل حكام الضفة الغربية اللي أنا تعبت عليهم، مثل جواد عاصي وفاروق عاصي وحكام رام الله اللي كانوا مشهورين بالضفة الغربية. للأمانة وبكل صدق، أنا ما كنت أتعامل مع الحكام كرئيس، إلا أنهم كانوا هم اللي يكونوا لي كل احترام وتقدير. أي مباراة كنت أخذهم، ما كان في فلوس، ما كان في مصاري، كنت أنا بالنسبة للأكل للشرب للمواصلات كل هذه أدفعها من جيبتي. على هذا الأساس لا زالوا هذول الشباب بيحترموني وبيقدروني، وما كنت أنظر للمادة في أي يوم من الأيام. حبك مركز شباب الجلزون وانتمائك له سبب نجاحك عم أبو صالح، صحيح؟ نعم، هذا الكلام صحيح، لأني أنا استطعت أن أصل في مركز شباب الجلزون إلى القمة. كان مركز شباب الجلزون، اللي يسمع اسم مركز شباب الجلزون يحسب له ألف حساب. وكان وصلت مركز شباب الجلزون للدرجة الأولى، وكانت مباراة فاصلة بيننا وبين اتحاد نابلس على ملعب الضاحية، وصارت لعبة للأسف الشديد على أساس أنه اتحاد نابلس إذا انتهت بالتعادل بخدها اتحاد نابلس، وإذا فزنا 1-0 بتصدر وبتأهل للدرجة الممتازة اللي هو مركز شباب جلزون. إلا أن نفاجأ في آخر ثواني من الوقت الضائع، بقوم الحكم بيحتسب ركلة جزاء بعد ما كنا فايزين 1-0 على مركز شباب الجلزون. وبعدها انتهت بمشكلة للأسف الشديد، إلا أنه رياض نايف رحمة الله عليه اتصل في تلفون الساعة 1 في الليل، وتوجهنا أنا وياه وعدة أشخاص إلى أريحة، وتأسفنا للحكام بالرغم من العقوبة اللي اتخذها الاتحاد ضدنا. مع الأسف الشديد أنه كانت هذه هي الضربة القاضية لمركز شباب الجلزون، اللي كان الكل متوقع أنه الجلزون في هذه الفترة يوصل الدرجة الممتازة. وللأمانة وبصدق بقولها، أنا دربت عدة حقب في مركز شباب الجلزون من 73 ل 88 بداية الانتفاضة لما وقف النشاط الرياضي، وعاودت رجعت على مركز شباب الجلزون واستطعت. سمي لي كم الفريق دربته مع موسى؟ والله بدايتي في التدريب أول فريق دربته مركز شباب الجلزون، استطعت أن أصل فيه للدرجة الأولى. دربت في بيتونيا، دربت في مركز شباب الأمعري، دربت في عين عريك، دربت في قراوة بني زيد، دربت في سلواد، استطعت أن أصل في سلواد لمصاف الدرجة الثانية، واستطعت أن أصل في قراوة لمصاف الدرجة الأولى، وكانوا من أفضل الفرق الموجودين على في محافظة رام الله والبيري. وهذا طبعا فضل من الله واحترام والتعاون اللي كان متبادل بيني وبين الإدارة واللاعبين، لأني أنا كنت أفرض حب الشباب إلي بتعاملي معهم، وما كنت أنا أعتبر نفسي أنه أنا جلاد. على هذا الأساس أنا استطعت أني أصل بمستوى الفرق هاي لمرحلة كنت أعتز فيها.
نعم صحيح. وللأسف الشديد بعد ما تركت هاي الفرق يعني بتضايق انهارت يعني اللي انهارت والثلاث فرق اللي انهارت للأسف الشديد، يعني بحس في نفسي انه بعد كل هالتعب وهالمجهود وهالسنين الطويلة اللي انا تعبت فيها، حتى كنت اروح امشي ثلاث ساعات اصف سيارتي واروح مشي على الجلزون لما كانوا مسكنين الطرق وعسى الواد، على اساس اروح ادربهم في الملاعب على اساس ما اخسرش اي نشاط لهم. شكرا عم ابو صالح على هذا اللقاء المميز. لا شكر على واجب. احنا تشرفنا بوجودنا معك. اهلا وسهلا. احنا يا اعزائنا المشاهدين كنا اليوم مع ضيف عزيز عملاق ورمز في كرة القدم والرياضة والتحكيم بفلسطين. نحن نطلب منكم فضلا وليس أمرا أن تشتركوا معنا بقناتنا ودعمها، نحن نكبر بوجودكم، وكل الاحترام والتقدير لكم. ولكن قبل أن ننهي بدنا نسأل أبو صالح سؤال واحد، شو بتحكي بالنسبة للقائنا معك؟ والله كل الاحترام، وهذا لقاء يعني أنا بعتز فيه وبفتخر فيه، وخاصة هناك جيل لم يعرف كثير من الشخصيات الرياضية في فلسطين، وهذا لقاءك يعني للأمانة وبكل احترام وتقدير إنه أسعدني وأثلج صدري، وشكرا لكم وشكرا لاستضافتكم وأهلا وسهلا فيكم. دعم القناة، وأرجو من الجميع دعم هذه القناة لأنه عم بتفرجيكم وبتفر فيكم لشخصيات كثير من الجيل الحالي لم يعرفهم، والمفروض أنه تعرفوا ما هو تاريخ فلسطين وتاريخ الرياضة الفلسطينية. شكرا أبو صالح وإلى اللقاء. العفو، الله يبارك فيك.